والله انا حاسس حالي رح اموت من جوعي. ها اجا مراد ماله هون؟ لا والله ماله موجود. طيب ها مرحبا يا ريما، شو جاي على بالك تاكلي؟ بتحبي نطلب شي مشترك انا وياكي؟ ليك مجد، انا ما عجبني شي من الاكل، فينا نروح على مكان تاني؟ خلص ريما، اليوم كله قضيناه رايحين جايين، ناكل هون على رواق وبعدين نطلع على الاوتيل. ايه طيب اطلب انت اي شي باكل مثلك. شو بدك تشربنا؟ ايه لا شو ما بدك اشرب. ايه والله مثل ما عملتني شو رايك يا سيدي؟ حلال عليك ملعوبة. الله وكيلك ما كانت مجد. خلينا نطلب الحساب، شو رأيك؟ الكريمة تركيني اتهنى بالأكل، على شو مستعجلة؟ منخلص أكل ومنمشي. كل حبيبي، بس انت يعني اطلب الحساب ليكون جاهز لبين ما نخلص أكل منشان نمشي. ما رح نشرب قهوة يعني؟ بالأوتيل منشربها. ايه طبعا طبعا كلهم هيك. ممكن الحساب لو سمحت؟ شكله شو هالمفاجأة؟ شو هالمفاجأة الحلوة؟ ريما الحلوة هون؟ أهلين. وينك أنت يا بنت؟ معقولة لا بتتصلي ولا بتسألي؟ وينك ما عم نشوفك هالأيام؟ بالشغل، وين بدي يكون؟ خلينا نحكي شوي، والله اشتقنا كتير. اتذكرت لها؟ طبعا أنا بالمناسبة هذا خطيبي مجد، جان. خطيبك؟ عم تمزحي أكيد. شو شكلك عم تحكي عن جد؟ خير إن شاء الله. إذا هيك أنا رح أترككم لحالكم، يلا خاطركم. شو بدي أقلك ريما؟ هذا اللي إجا أنا بعرفه، يعني هو بيكون رفيقه لرفيقي، صاحب هذا المحل واسمه مراد، التقيت فيه أكثر من مرة. من وين بتعرفوا بعض؟ أنا كمان يعني ما بعرفه كتير، هو رفيق رفيقتي، نحنا كان في بيناتنا أصدقاء مشتركين وبعدين افترقنا. فهمت. إيه والله مو معقول يا زلمة طلعت معك قليل. قلنا 10 ساعات عم نستنى الحساب وحضرتك قاعد هنيك وعم تلتهي، أصلاً الأكل كان ما بيتاكل بنوب، نحنا ما عاد نجي لهون مرة تانية. خلاص ريما. الله وكيلك مثل ما عم قلك. ممكن آلة الباسكارت؟ حاضر. ورح نستنى آلة الباسكارت كمان، الله أعلم كم ساعة رح نستنى، مطعم فاشل. ريما شبكي أنت، ليش متوترة هيك؟ ماني متوترة مجد، أنا عم أحكي بالمنطق، إذا ما بيحب شغله يروح يلاقي غيره. أنا اشتغلت بمجال الخدمات، يعني بعرف منيح بهالشغلات هي. أنا فايت على الحمام وبعدين منمشي. لك الله يعينه على هالعلقة، خليها لالله. الله يهني فيها. شكرا شباب. الخطيبة